السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة اليوتيوب في سلسلتنا الجديدة اللي إن شاء الله مفيدة، ألا وهي سلسلة إيه جرامر ويز مستر نجار. حبايبي الحلوين، يلا سم الله كده وطلع إيه بقى، إيه ها كشكولك ولا أجندتك، وابدأ اكتب معايا عنوان الحلقة، ها أفعال التبليغ. زي ما انت شفت العنوان بره بيقول لك افعال التبليغ. حبايبي الحلوين، ايه هي افعال التبليغ؟ دي مجموعه افعال في اللغه الانجليزيه من اسمها بتبلغني بخبر، عشان كده سميناها افعال التبليغ. حبايبي الحلوين، القضيه مش قضيه افعال التبليغ وبس، عايزين نتعلم ازاي في المعلوم وازاي نحولها للمجهول. خد بالك الموضوع ده مهم جدا، وامتحانات ثانوية عامة السنة دي 2023 الدفعة اللي مشيت جالها جملة على أفعال التبليغ. يلا سم الله وتوكل على الله وابدأ معايا. وعنوان الدرس بيقول Reporting Verbs. Reporting Verbs أفعال التبليغ. إيه هما يا حبايبي؟ طبعا Fear و Understand و Say و Believe و Agree و Hope و Decide و Claim و Consider. حبايبي و Know و Expect و Suggest و Think believe suppose report declare predict. حبايبي الافعال دي بنحفظها طبعا، ما تنساش ان الحلقه دلوقتي بتنزل بي تي اف اسفل الفيديو في الديسكربشن. حبايبي الحلوين، يلا افعال التبليغ، يلا ناخد مثال عليهم. اول حبايبي مثال كده هناخده في الاكتف، يعني اكتف في المعلوم. فاحنا بنقول people think that Mona is honest. احنا كده اتبلغنا بخبر، ايه هو؟ ان منى امينه. اسمها افعال التبليغ، بتبلغني بخبر. طب لما اجي ابني جمله في المعلوم ابنيها ازاي؟ حبايبي الحلوين ابنيها كالاتي بكل بساطه. حبايبي ببدا بالفاعل اهو بيبل، ثم اجيب فعل من افعال التبليغ، ثم ايه اعمل جمله كامله. يبقى بيبل ثينك ذات، عايز تحط ذات، عايز مش عايز ما تحطهاش. اي ذات في اللغه الانجليزيه يجوز حذفها. اي ذات في اللغه الانجليزيه يجوز حذفها. يبقى بيبول ثينك ذات ها منى از اونست. حبايبي ده كان افعال التبليغ في المعلوم. بنبدا بفاعل، ثم ناتي بفعل من افعال التبليغ، ثم عايز تحط ذات، عايز مش عايز براحتك، ثم نكمل بجمله كامله. نبدا بقى على بركه الله المبني للمجهول لافعال التبليغ. عشان نحول افعال التبليغ للمبني المجهول عندي طريقتين، عندي كام طريقه؟ طريقتين. اول طريقه هنبدا بات، ثم نجيب فيرب تو بي نصرفه حسب زمن الجمله، ثم التصريف الثالث، ثم اكمل باقي الجمله. يلا يا شباب هنبدا بات، ات ثابته ما بتتغيرش، ثم ناتي بفيرب تو بي نصرفه حسب زمن الجمله، ثم التصريف الثالث من افعال التبليغ، ثم عايز تحط زد، عايز مش عايز تحط زد كمل الجمله. يلا مثال مع بعض. People think، الناس بيعتقدوا ان منى is honest. يلا يا شباب هنبدا بمين؟ هنبدا بات، ادي بدانا بات اهو. بدانا بات، ثم هات فيرب تو بي، think زمانها مضارع. ايه فيرب تو بي في المضارع؟ ام واز وار. يبقى ات نحط لها مين؟ از. ثم التصريف الثالث من think تبقى مين؟ ها ثوت. خلاص حبايبي تبقى ثوت. عايز تحط زد، عايز مش عايز ما تحطش براحتك، ثم تكمل الجمله عادي. منى is honest. غمض عينك، فتح حبايبي، ادي الجملة. It's thought that Mona is honest. It's thought that Mona is honest. حبايبي دي كانت الطريقة الأولى لتحويل أفعال التبليغ إلى المبني المجهول. بنبدأ بـ it، ثم نأتي بـ verb to be، ثم التصريف الثالث. هنبدأ بـ it، ثم verb to be، ثم التصريف الثالث. إنت ثابتة ما بتتحركش. بنصرف فيرب تو بي على حسب الزمن الجملة. عندي ثينك مضارع، جبنا ام ويز وار، ثم التصريف الثالث واكمل باقي الجملة. يلا ناخد مع بعض الطريقة الثانية لتحويل أفعال التبليغ ها من معلوم لمجهول. بكل بساطة الطريقة الثانية يا شباب بنبدأ بفاعل الجملة. الناس بيقولوا إن منى، يبقى منى هي الفاعل. الناس قالوا إن علي، يبقى علي هو الفاعل. الفاعل بتاع الجملة اللي جوه، الفاعل بتاع الجملة اللي جوه. الناس بيقولوا ان منى سافرت، يبقى مين اللي سافر؟ منى. هبدا بالفعل، ثم ناتي بفيرب تو بي، ثم التصريف الثالث، ثم تو، وبعد تو نجيب المصدر من الفعل. تاني
هنبدأ بالفعل فيرب تو بي ثم تو ثم المصدر. هنبدأ بالفعل فيرب تو بي التصريف الثالث ثم المصدر. خلاص حبايبي، فاعل فيرب تو بي بي وحط تو والمصدر. يلا ناخد مثال مع بعض كده وصحصح لي وفوق لي وركز. يلا يا شباب كده الجمله بتقول ايه؟ اصحى كده معايا، ارجع لجملتنا. بيبول ثينك ذات، الناس بيعتقد ان منى امينه. يلا نحل مع بعض كده اهو. نبدا بمين؟ اصحى كده معايا بالفعل. مين الفعل؟ منى بتعتقد، الناس بيعتقد ان منى امينه، يبقى هبدا بالفعل اللي هو مين؟ منى. بعد الفعل بجيب مين؟ فيرب تو بي. طيب انا بقول بيبول ثينك، ثينك زمانها مضارع، ايه فيرب تو بي في المضارع؟ ها از، يبقى منى از، ام او از او ار. التصريف الثالث من ثينك ها يا حبايبي هتبقى ثوت. بعد كده بجيب مين؟ بجيب تو، ثم اجيب مين؟ المصدر. طيب ها المصدر من از بي، يبقى اروح كاتب بي واكمل باقي الجمله، يبقى منى يعتقد انها امينه. تاني يا شباب، ازاي نحول افعال التبليغ للمجهول؟ عندي طريقتين. الطريقه الاولى ببدا بات ثم فيرب تو بي ثم التصريف الثالث واكمل الجمله. ات فيرب تو بي تصريف ثالث، عايز تحط زت عايز، مش عايز ما تحطش، كمل جملتك. الطريقه الثانيه ببدا بالفعل ثم فيرب تو بي ثم التصريف الثالث ثم تو والمصدر. الفعل بتاع الجمله الاساسيه، الجمله اللي جوه، الناس بيعتقدوا ان منى امينه. مين بقى الفاعل بتاع الجمله؟ ها اللي جوه منى، ادينا بدانا بيها. هات فيرب تو بي، ثينك زمانها مضارع، ايه فيرب تو بي في المضارع؟ لا ام لا از لا ار، يبقى منى تاخد از. هات بعد كده التصريف التالت من ثينك هتبقى ثوت، ثم هات تو، ادينا حطينا تو. هات المصدر، المصدر من از بي، واكمل الكلام. المصدر من از بي. طب لو الفعل اللي جوه عندي ده جوز، يبقى تو جو. طب لو الفعل عندي ده مثلا على سبيل المثال ها ترافلد، ماضي. لو ماضي، لو الفعل اللي جوه ده ماضي بجيب هاف والبي بي. لو ماضي الفعل اللي جوه ده، لو ماضي يبقى هاف والبي بي. حبايبي نوضحها اكتر عشان تبقوا متفقين مع بعضينا كده، وما ننساش طبعا بنحل التمارين بتاعتنا دايما من كتاب اكسلنت، سواء انت اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي. بص الجمله اللي جايه دي رهيبه بقى. بص بيقول لك ايه؟ بيبول، ركز معايا في الجمله دي واكتبها وعيش معايا بقى فيها. بيبول ثوت، الناس اعتقدوا ذات ان ها هي واز كيلد. اصحى كده معايا وركز لي. الجمله دي على افعال التبليغ، ادي فاعل، ادي ثوت ماضي ثينك اي فعل منهم، ثم ذات وكملت جمله. اللي اتبلغنا بيه الناس اعتقد ان هو قتل، يبقى اتبلغنا ان هو قتل، دي افعال التبليغ في المعلوم. ها ادي المثال ده في المعلوم. عايزين نحوله في المجهول، عندي كام طريقه في المجهول؟ طريقتين. اما هبدا بات اهي يا شباب، هبدا بات واجيب فيرب تو بي تصريف تالت واكمل الجمله. ها يلا نرجع مع بعض، ادي ات، ها ادي ات، ثوت زمانها ايه؟ ماضي، هات فيرب تو بي في الماضي، باز عشان ات، يبقى ات باز. والتصريف التالت من ثوت، ثوت، واكمل جملتي عادي اهو، ات واز ثوت ذات، واكمل الجمله. حبايبي ات واز ثوت ذات، واكمل الجمله. اهو دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بقى ببدا بالفعل. يا شباب ببدا بالفعل اهو، ثم اجيب فيرب تو بي والتصريف الثالث ثم تو. يلا كده نطبق عملي. الناس اعتقدوا انه هو قتل. مين بقى الفعل بتاع الجمله اللي جوه؟ هو اهو، يبقى نبدا به. صوت زمانها ماضي، ايه فيرب تو بي في الماضي؟ واز، ثم صوت اهو، هي واز صوت، ثم بنحط تو وبنجيب المصدر من الفعل اللي جوه. بنجيب المصدر من الفعل اللي جوه لو اللي جوه مضارع او مستقبل. لو الفعل الداخلي مضارع او مستقبل بجيب منه مصدر. طب لو ماضي بجيب منه هاف. اكتب الحاجات دي. لو الفعل اللي جوه مضارع او مستقبل بجيب منه مصدر. طب لو الفعل اللي جوه الداخلي ده ماضي بجيب هاف ها والبي بي. طب بيقول صوت الناس اعتقدوا ان هي واز كيلد، ان هو قتل، واز ده ماضي، يبقى هاف والبي بي. بحط هاف وهات البي بي من واز بين كيلد واكمل جملتي عادي. يبقى هي واز صوت
هو يعتقد to have been killed انه قتل. حبايبي نلخص الحلقه كلها في ثلاث افكار. الفكره الاولى ان افعال التبليغ بنبدا بالفعل ثم فعل منهم ثم جمله. حول المجهول ابدا بإت ثم فعل تو بي ثم التصريف الثالث واكمل الجمله. الطريقه الثانيه في المجهول ببدا بالفعل بتاع الجمله اللي جوه ثم اجيب فيرب تو بي ثم تصريف ثالث ثم تو وبعد تو بجيب المصدر لو الفعل اللي جوه مضارع او مستقبل. مضارع او مستقبل. اما لو الفعل اللي جوه ماضي بجيب هاف والبي بي. بصوا يا شباب لو اللي جوه مضارع او مستقبل بنحوله مصدر. لو اللي جوه ماضي يبقى بعد تو نجيب هاف والبي بي. لو اللي جوه ماضي بعد تو نحولها الهاف والبي بي. تعال نرجع لجملتنا تاني اهو. بص 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 كده الجمله اهي تاني يا شباب. بيبول ثينك الناس بيعتقد ان منى امينه. مين الفعل بتاع الجمله اللي جوه؟ منى. هات فيرب تو بي. ها انا بحل دلوقتي بالطريقه ان ايه؟ بالطريقه الثانيه اهي. فاعل منى. هات فيرب تو بي. ثينك زمانها مضارع يبقى از. ثم التصريف الثالث من ثينك ثوت. ثم تو ادي تو. ادي تو. ثم لو اللي جوه مضارع هات منه مصدر. ادي از المصدر من از بي. اما لو اللي جوه ماضي هات منه بعد تو هات هاف والبي بي. بعد تو هات هاف والبي بي. اهي زي الجمله دي. بيبول ثوت ذات الناس اعتقد ان هو قتل. دي جمله الناس اعتقدوا. ده جمله افعال تبليغ معلوم. حولها لمجهول هبدا بإت ثم ثوت زمانها ماضي يبقى إت واز. ثوت زمانها ماضي يبقى إت واز. ثوت واكمل الجمله. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ابدا بالفعل الناس اعتقد ان هو يبقى هو. هات فيرب تو بي واز ثم التصريف الثالث ثم تو. الفعل اللي جوه لو مضارع او مستقبل هات منه مصدر. لو ماضي هات منه هاف بين والبيبي. حبايبي الحلوين دي كانت نهايه الحلقه افعال التبليغ. الموضوع ده خطير جدا خلي بالك. فاسمع الحلقه كويس واكتب كويس وراجع كويس وما تنساش افعال التبليغ قدمناها في ثلاث صور. المعلوم وصورتين للمجهول. المعلوم بنبدا بالفعل ثم فعل منهم ثم جمله. المجهول صورتين نبدا بإت فيرب تو بي بي بي. اما نبدا بالفعل بتاع الجمله اللي جوه ثم فيرب تو بي والبي بي بعد كده بنحط تو. بنجيب المصدر لو كان اللي جوه مضارع او مستقبل. بنجيب هاف والبي بي اذا كان اللي جوه ماضي. حبايبي حلوين بالتوفيق ان شاء الله وشكرا. ما تنساش ادعي لي وادعي لك. ربنا يا رب يوفقكم ان شاء الله وما تنسوش تحملوا اللينك اسفل الفيديو. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.